الطريقه. يعني في واحد يقول لك انا باكل الخشبه بزرعها بتطلع ماشي، ولكن انت لو عايز حاجه اسرع وتنبت على طول وتضمن عمليه النجاح يعني 95 او 97% هتفتح. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا قطب اسمر من قناه البستان الاخضر، كل عام وحضراتكم بخير. بشكركم شكرا جزيلا وبشكر كل متابعيه من داخل مصر وخارج مصر، بشكرهم شكرا جزيلا. وارجو من حضراتكم ادعمونا باللايك، واللي لسه بيشوف القناه اول مره اشترك في القناه. القناه قناه زراعيه هتفيدك وتفيد غيرك. ازرع واتفرج على القناه، قناه للمبتدئين، اي حد عايز يتعلم زراعه خدوا لفه في القناه، فيها معلومات كتير جدا، كل طريقه زرع بفضل الله، اي نباتات هتلاقيها موجوده. طبعا انا قبل كده عملت فيديو على طريقه زراعه المانجا. طبعا احنا من مصر، من عندنا هنا محافظه الاسماعيليه مشهوره طبعا ان هي اجمل مانجا، مانجا الاسماعيليه. فطبعا احنا متعودين ان احنا بنزرع بعد الحصاد، يعني احنا بناكل الحبايه. انت حضرتك النهارده اكلت حبايه المانجا، عندك مانجا اكلتها، ما عندك بذره ازرعها. يعني اكلت ازرق هتسيبها بس ان هي تنشف عشان تعرف تفتحها، يعني تسيبها يوم واحد بس ترميها في مكان يجي عليه ضوء بسيط من الشمس يكون جامده عشان البذره اللي جوه او الجنين اللي جوه ما تعفنش، وبعد كده حضرتك ان انت تعرف ان انت تفتحها وتزرعها. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو في سؤال كم مره بيجي لي، يا جماعه المانجا المتخزنه في الفريزر اللي انت مخزنها لمده سنه دي ما تنفعش ان هي تزرع، لان الجنين اللي جوه مات خلاص، العصارات اللي جوه الخشب دي او الجنين اللي جوه ده مات، فنسبه النجاح فيها هيبقى يعني 10% ضئيله جدا. طيب نخش بقى في الفيديو على طول. انا قبل كده عملت فيديو، ولكن انا بعمل الفيديو ده تاني علشان خاطر اللي لسه مشتركين معايا يتعلموا ازاي. ودلوقتي زراعه المانجا، ابدا دلوقتي ان انت تزرع المانجا، اكلت ازرع على طول، اكلت ازرع على طول. النهارده الناس بتزرع بكام طريقه، يعني في واحد يقول لك انا باكل الخشبه بزرعها بتطلع ماشي، ولكن انت لو عايز حاجه اسرع وتنبت على طول وتضمن عمليه النجاح يعني 95 او 97% هتفتح الخشب اللي جوه دي. طيب اللي هناخد كده بالترتيب، اول حاجه انا جهزت القصريه بتاعتي، دي القصريه بتاعتي، او لو عندك حوض بس اهم حاجه الحوض يبقى متخرم من تحت تمام، او القصاري او جردل اي حاجه، او كياس بلاستيك في كياس للزراعه، كل ده بس اهم حاجه تبقى متخرمه من تحت. تاني حاجه التربه بتاعتي. ايه التربه بتاعتي بقى؟ نقطه مهمه جدا من نجاح البذره او نجاح شتله المانجا، لازم التربه. التربه بحط 60% تربه او 60% رمليه و 30% طمي، و 10% لو عندك كومبوست او عندك اي مثلا كومبوست بتمس مفيش مشكله، واخلطهم كويس كده. انا جهزت التربه بتاعتي، ما اضيفش عليها بقى. واحد يقول لك حط فراخ، حط لا مؤاخذه اللي هو بتاع الدواجن، حط مثلا سمات حيوانات، لا، اللي انا بقول لك عليه ده عشان اللي بيبقى الجنين مش هيستحمل درجه الحراره الشديده، لان الحاجات دي بتعمل سخونه في التربه. طيب وباجي بقى خلاص، بروح جاي، ادي عندي الحبايه انا اكلتها اهو، بروح جاي المانجيه دي سكري، ازرع اي نوع انت عايزه تمام. بروح جاي شاطف اللي فوق دي كده، قول بسم الله، اهم حاجه تحافظ على الجنين تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده ماشي تمام، ماشي. بروح جاي بالراحه فاتح، ماشي ماشي معاه بالراحه كده، اهم حاجه ما اذيش الجنين اللي جوه تمام. بس بسم الله شايفين كده، زي ما حضراتكم شايفين ادي الجنين طلع اهو تمام، بنفس الوضع ده كده تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو. بروح جاي اقول بسم الله بسم الله، وانزل يعتبر 5 سم 7 سم تمام، واخلي كده الميلان ده بخليه لتحت يا جماعه، وابدا اقول بسم الله تمام، وعلى طول اروي الميه بتاعتي تمام. طيب خلاص كده احنا خلصنا، زرعنا وروينا بعد الزراعه على طول لازم تروي. طبعا انت ممكن تزرع كم يعني كم بذرايه، انا بديك بس افتراض ان دي عمليه تتم، ان هي اسهل حاجه للزراعه دي. طيب الانبات هيتم معاك بعد 8 ايام، بعد 8 ايام هتلاقي الانبات بدا يتم معاك. باخد الزرعه دي، باخد الزرعه اللي انا زرعتها او القصريه دي، واحطها في مكان ضوء خفيف، لا اغطيها ولا احط لها كيس سيناريو ولا الكلام ده خالص، باخدها في مكان بيجي عليها ضوء بسيط، يعني بيجي عليها مثلا ضوء شمس تمام، وكل يومين ارويها. او مثلا لو عشان تتاكد، لو حطيت صباعك في التربه ولقيت التربه طريه خلاص
تمام، ارويها كل يومين او ثلاثه. بعد 8 ايام ببدا ان انا ارويها يوميا حاجات بسيطه. بعد كده بقى ان شاء الله هعمل لحضراتكم فيديو على طريقه التسميد ازاي، ده في المرحله الجايه ان شاء الله. شكرا.